والآن وقفة اقتصادية من نشرة السادسة. الوقفة الاقتصادية مشاهدينا تنضم إلينا فيها الزميلة ليلى عمر. إليك ليلى. شكرا لكما رجاء رمزي وأميرة العقدة، وننتقل لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. أعلنت وزارة الكهرباء الكويتية عن قطع مبرمج للكهرباء عن بعض المناطق، مشيرة إلى أن انقطاع التيار سيكون في أوقات الذروة، أي من 11 صباحا وحتى 5 مساء، لمدة تتراوح ما بين الساعة إلى الساعتين حسب الحاجة. وأشارت الوزارة إلى أن توقيت قطع الكهرباء لكل منطقة سيتم الإعلان عنه قبل التنفيذ بساعة. أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج على تباين خلال تداولات وسط استقرار أسعار النفط وترقب المستثمرين لتعليقات أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي المركزي الأمريكي، سعياً لتأكيد رهانهم على خفض أسعار الفائدة هذا العام. وارتفعت أسعار النفط وهي محفز للأسواق المالية في الخليج بنحو 4% بفعل التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وقبيل بيانات المخزونات الأمريكية. وصعد المؤشر القطري 2% مواصلا مكاسبه للجلسة 13 في أطول موجة صعود خلال ما يقرب من عام. وهبط مؤشر أبو ظبي 2% متأثرا بتراجع سهم العالمية القابضة 1.3% وألف للتعليم 2.6%. في أسواق البترول العالمية تباينت أسعار النفط خلال التعاملات مع ترقب المستثمرين البيانات الأسبوعية للمخزونات الأمريكية من الخام، هذا وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2% إلى 85 دولار و10 سنتات للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 27% إلى 80 دولار و49 سنت للبرميل. وزادت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.3% لتصل إلى $2.52 سنت للتر، هذا وقفزت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 22% لتسجل $2.83 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. كشف تقرير للبنك الدولي أن شركة النفط في جميع أنحاء العالم أحرقت العام الماضي أكبر كمية من الغاز الطبيعي المصاحب لإنتاج النفط خلال 5 سنوات. وجاء في تقرير الرصد العالمي للحرق التلقائي للغاز التابع للبنك الدولي أن النمو في حرق الغاز محى أثر التخفيضات التي تم إحرازها في عامي 2021 و2022. وأضاف أن الجهود العالمية للحد من الحرق التلقائي للغاز المصاحب لإنتاج النفط ليست مستدامة، وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة. أكد وزير المالية التركي محمد شيمشيك أن التضخم يوشك أن ينحسر بشكل كبير، متوقعا تباطؤ التضخم إلى نحو 15% العام المقبل، بما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الدولية. هذا وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين على أساس سنوي في تركيا 75.45% في مايو، لكن التغيرات الشاملة في السياسات الاقتصادية والتي كانت مثيرة للخلافات في السابق جرت خلال العام الماضي خلال تولي شيمشيك المنصب، وبثت الأمل في إمكانية ترويض الزيادات المتواصلة في الأسعار في نهاية المطاف. وقال وزير المالية التركي إن عجز الحساب الجاري سيقترب على الأرجح من 2% إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ب 6% العام الماضي، مؤكدا أن العجز المالي تحت السيطرة. أكدت وزارة العمل الأمريكية انخفاض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة الأسبوع الماضي، لكن سوق العمل بشكل عام احتفظ بقوته على الرغم من التراجع التدريجي. وأشارت وزارة العمل الأمريكية إلى أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بنحو 5000 طلب لتصل إلى 238,000 خلال الأسبوع المتبقي في 15 يونيو. جاء ذلك بعد أن ارتفع العدد إلى أعلى مستوى في 10 أشهر في الأسبوع السابق له.
بهذا نصل إلى ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لأميرة العقدة ورجاء رمزي لاستكمال ما تبقى من النشرة إليكم.